إذن طلاب، سنجي إلى نوع آخر من العملية من أنواع الريكتفاير، واللي هو الفول ويف ريكتفاير اللي نسميه مقاوم الموجة الكاملة. ليش؟ لأنه راح الموجة كاملة يعدل عليها، فنسميه معدل أو مقاوم نصف الفول ويف الموجة الكاملة. هذا الفول ويف بنوعين، اللي هو عندنا البريدج وعندنا السنتر تاب. هذا البريدج الشكل البناء للدائرة أو للدايود راح يكون عبارة عن 4 دايودات يستخدمنه، ويكون متصلات مع بعضهم، لهذا نسميه بالبريدج ريكتفاير. بهذا النوع الدائرة مثل ما نلاحظ ايش راح يكون عندنا؟ عندنا هذول الأربع دايودات D1 D2 D3 راح يكونون مربوطين بهذا الشكل، والفولتية مالت الاوتبوت مثل ما نلاحظ راح تكون موجودة، العفو المقاومة راح تكون موجودة هنا، و يعني نحسبها على هاي الطرفي هاي المقاومة. بهاي الحالة ايش راح يكون عندنا؟ راح نجي ناخذ جزء الموجة الموجب ونجي ناخذ جزء الموجة السالب. زين، فخلال جزء الموجة الموجب، يعني هسه لو نلاحظ يجينا هنا هذا جزء موجب هذا جزء سالب، نجي ناخذه بالسرة، نجي هنا نمشي هذا الطرف ايش راح يكون عليه؟ راح يكون عليه موجب، هذا راح يكون عليه سالب. زين، نجي شنو بعدين؟ هذا كذلك كمل بالبوزيتيف. فاذا نجي نرجع نكمل الموجب، هذا راح يجي موجب، يجي هذا من موجب هنا وسالب هنا، فراح يمشي راح يكمل طريقه بهذا الشكل، ونقدر نجد الفي اوت. لو نجي هسه نلاحظ هذا الكلام، من خلال هذا الكلام شنو معناته؟ معناته خلال الانبوت البوزيتيف انبوت سايكل، الدي 2 والدي 3 راح يكون في حاله الاون، وإذا كان الدايود ايديال دايود شنو معناته؟ معناته الفي انبوت يساوينا الفي اوت، ومعناته انه هنا راح يكون هو عبارة عن شورت سيركت بدون اي مصدر، فراح يكون هذين الحالتين هي عبارة عن شورت سيركت، وبالتالي راح يكون اون، فيعني راح يكون شورت سيركت. هذا الجزء راح يكون اوف، فكأنما دائرتنا هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن يعني راح تجي بهالشكل، العفو هذا الدايود هذا الشكل، بعدها مجرد مقاومة ونرجع بهذا الشكل. زين، فمعناته بهاي الحالة انه الـ V output ايش راح تساوينا؟ راح تساوينا الـ V maximum out. هسه لو نجي هاي الدائرة نرسمها ايش راح يصير عندنا؟ هاي الدائرة راح يصير عندنا الـ V input، بعدها شنو عندنا؟ بعدها الدايود صار عبارة عن open، بعدها شنو صار عندنا؟ راح يصير عندنا بهذا الشكل، بعدها الدايود اوبن، بعدها شنو صار عندنا؟ الفي اوت، بعدها خلصنا. فاللي راح يكون يعني كانما تصير بهذا الشكل، فراح يكون الفي انبوت يساوينا الفي اوت. زين، هذا بها الجزء الموجب من الموجه طلع بي ماكسيمم. لو نجي هسه نكمل خلال الجزء السالب من النيجاتيف هاف سايكل، شنو راح يكون عندنا؟ بالعكس راح يكون الدي 4 والدي 1 هن اللي راح يشتغلون، وبالشغل مالته راح نعبر عن شورت سيركت، وهذول راح نعبر عنهم بالاوبن سيركت. زين، بهاي الحاله اذا نلاحظ شيء مهم، انه الدائره حاليا شنو دخلت لها؟ دخلها بوزيتيف منا ونيجاتيف منا، وبالنسبه للبولاريتي هنا هي موجب عندنا وسالب. راح شنو يكون عندنا؟ يكون عندنا الفولتية إذا تلاحظوا راح تطلع عندنا تطلع عندنا وراح تكون موجبة. ليش راح تطلع عندنا موجبة؟ قلنا احنا عندنا هذا الجزء هنا، زين، هذا عندنا موجب سالب، وأنا حاليا مسلطة سالب موجب. هاي هي شنو؟ هاي هي الدائرة بعد إنه كان الدايود يعني دايودين اشتغلن ودايودين طفن. فهسه الفي اوت هاي الفي انبوت وهاي هي الفي اوت. من نجي ناخذ هنا قلنا هي راح تكون نفسها هنا، ولكن شنو راح يكون عندنا؟ موجب في ان تساوي. اذا بالنسبه لجزء الموجه النيجاتيف
ايش راح يصير عندنا؟ راح يدخل عندنا هاي القيمه اللي هي الفي ماكسيمم، ولكن ايش راح يكون قيمتها؟ سالب موجب. فبهيج حاله راح يشتغل عندنا دايودين وراح يبقى يطفى عندنا دايودين. اذا تلاحظون هنا القطبيه مالت الفي اوت، ايش راح تكون؟ عباره عن موجب سالب، واضح؟ والتيار اتجاه المرور مالت التيار، يعني لو هسه نرجع لهاي راح نرجع لهذا الشكل، راح نلاحظ انه التيار شنو كان عندنا حاليا؟ انه اشتغل عندنا الدي 4 واشتغل عندنا الدي 1. فمن اجيت خليت الجزء بهذا الشكل، فاجى الجزء الموجب راح يمشي لنا من هذا يعني بهذا الدايود، بعدها بهذا الشكل، بعدها راح يطلع بهاي الطريقه. فبهاي الحاله اللي هو هذا الجزء النيجاتيف، ايش صارت عندنا؟ صارت عندنا فاذا نلاحظ بالجزء السالب ايش راح يصير عندنا؟ الفولتيه مالت الاوتبوت راح تساوينا الفولتيه، يعني سالب الفولتيه مالت الانبوت، ولان الفولتيه مالت الانبوت هي عباره عن اصلا قيمتها سالبه، يعني راح تجينا سالب 20، فراح تساوينا الفي ماكسيمم. فلهاي السبب راح يطلع عندنا هذا الجزء الاول، بعدها يطلع عندنا كذلك الجزء الثاني، وين؟ لفوق وليس لجوا، لان قيمه الاي في اوت راح تكون بوزيتيف وليس نيجاتيف. زين، في هاي الحاله كذلك شنو عندنا؟ راح يكون عندنا جزء اي سي وجزء دي سي. في حاله الدي سي اللي هو عباره عن هذا اللاين، فالفي اوت راح ننتبه هنا الى القيمه مالت الفولتيه مالت الدي سي. بهاي الحاله شنو عندنا؟ عندنا دايودين وليس دايود واحد. فننتبه لمن؟ انتبه للقانون. بالنسبه للقانون في حاله الهالف واي البريدج راح يختلف، ننتبه الى هذا القانون. هاي هي شرح تمثلنا الدي سي او الافرج فاليو. لو كان عندنا شنو؟ لو كان عندنا اللي هي هاي، لو كان عندنا حاله الهالف الفول ويف البريدج ريكتيفاير، فالفولتيه مالت الدي سي راح نستخدم لها هذا القانون. ولا ننسى هاي لازم شنو تكون؟ الفي ماكسيمم وليس الفي ار ام اس. زين، طبعا هنا ليش تغيرت القيمه؟ لان راح يصير عندنا تو دايود اون، يعني دايودون راح يكونان يشتغلن. لو حاله لو كانت هاي الدايودات نون ايديال، فالرسم مثل ما تلاحظون راح يكون بهذا الشكل. بالدايود الاون ما راح نخلي سلك، انما راح شنو نخلي؟ نخلي الفولتيه ما تكثر شولد، وهنا كذلك راح نخلي الفولتيه ما تكثر شولد. فبهاي الحاله الفولتيه مالت الدي سي ننتبه جدا مهم الى انه هي راح تكون 2 من الفولتيه مالت الثرشولد. زين، بالنسبه للفي اوت كذلك ننتبه الى الفولتيه مالت الاوتبوت هاي، فالماكسيمم فاليو مالتها راح ما تكون فقط مالت الدايود، العفو فقط مالت الانبوت، انما ناخذ تاثير الدايود وياه. لو نجي للبيك انفيرس فولتج بهاي الحاله اللي هي حاله البريدج، راح تكون تساوينا البيك انفيرس فولتج راح تساوينا الفي ماكسيمم. هاي شنو؟ في حاله البريدج ريكتيفاير. زين، لو نجي ناخذ بالنسبه للفول ويف ريكتيفاير، ممكن شنو؟ ممكن في حاله البريدج كذلك ينربط المن؟ ينربط الى محوله. بهاي الحاله شنو قلنا راح يتغير عندنا؟ الفي بيك لازم تساوينا الفي 2، ويعني ما ناخذ الفي بيك من حاله الفي انبوت، لا هذا الشيء غلط، راح ناخذ الفي بيك هي الفولتيه بعد المحول اللي هي بعد المحوله، لان راح ناخذ هاي نسبه التحويل بنظر الاعتبار. زين، بالنسبه لهاي الحاله ايش راح يكون عندنا؟ طبعا هنا اشتقاق مالت الفي دي سي هي بنفس الطريقه، وهذا قلنا هو راح يكون قانون الفي دي سي. فاذا قلنا بالنسبه للفولتيه مالت الدي سي راح تكون اللي هي الافرج فاليو للاوتبوت، راح تكون هذا القانون في حال كان عندنا نون ايديال دايود، ولو كان عندنا الايديال فراح يكون هذا القانون. بالنسبه للفي ار ام اس اللي تكلمنا عنها سابقا اللي هي خاصه بالاوتبوت، بجزء الاوتبوت، فهي راح نطبق عليها
شنو راح نطبق عليها هاي القيمة اللي هي الار ام اس راح تساوي لنا هاي المعادلة. طبعا هاي كذلك لو كان عندنا نون ايديال دايود الى قيمة، هاي الى قيمة يا 0.7 يا 0.3 اعتمادا على اليمن اذا كان جرمان اذا كان سيليكون واذا كان جرمانيوم. وهنا لو كان عندنا ايديال دايود حيث ان الفولتية تساوي لنا فولتية الثرشولد تساوي لنا صفر. زين قلنا حكينا عن اللي هي الريبل فولتج، وهاي الريبل فولتج استخرجناها للهالف، كذلك هسه نستخرجها في حالة الفول ويف بريدج ريكتيفاير، وراح نستخدم لها قانونين، هاي في حالة النون ايديال دايود وهاي في حالة الايديال دايود. زين الريبل فاكتور في هاي الحالة راح نستخدم نفس القانون، وننتبه ايش قد هنا طلعت النسبة عندنا بالنسبة للربل فاكتر في هاي الحالة جي طلع لنا 48%. لو نجي للكفاءة لنستخرجها طبعا نفس القوانين بالضبط، ولكن انتبه انه هنا التيار مات الدي سي راح نستخدم القانون مات الفي دي سي، ومجرد هنا راح يصير اي دي سي ويساوي لنا نفس القيمة، خلني اكتبهن هنا الفولتية التيار راح يخضع نفس القوانين، فهنا ايش راح يكون عندنا التيار مالت الدي سي يساوي لنا 0.636 من الاي بيك. زين وراح نستخدمه هنا. وبالنسبة للتيار مالت الار ام اس نفس الحالة راح نستخدم هذا القانون، ولكن ايش راح نقول الار ام اس كارنت يساوي لنا 0.707 من تيار البيك. بعدها راح نختصر ورتب المعادلة. لو كانت الأرمات الدايود تساوي لنا صفر فراح يكون كفاءتها 81%. لو نجي لكفاءة الهالف كفاءتها 40%، وهنا هذا كفاءته ايش قد طلعت عندنا؟ الكفاءة طلعت عندنا 81%. فمعني هذا الشيء كثير انه نعرف يا نوع احسن. بالنسبة للبيك انفيرس فولتج راح ننتبه الى انه هي تساوي لنا 2 الفي بيك ناقصا الفي ثرشولد. هذا شو وقت؟ هذا لو كان عندنا نون ايديال دايود. طبعا الفي بيك راح حتى بحالة الهالف ويف ننتبه اذا كان اكو في ثرشولد لو لا، لان حتى ناخذ الفي بيك بنظر الاعتبار. تردد الاوتبوت فولتج راح الاوتبوت سيجنال راح يساوي لنا 2 من تردد الانبوت سيجنال في حالة الفول ويف ريكتيفاير اللي هو البريدج ريكتيفاير. تنتبهون القوانين البيك انفيرس فولتج، لان اكو يعني مرات يكتب بس حالة النون ايديال باعتبار انه الايديال مجرد هاي راح تساوي لنا صفر، فما يكتب قانونين، يعني انت تكتب واحد وانت تعرف حسب المعطى اذا ايديال اذا هاي الجزء صفر. يعني ممكن اعطيك يعني ممكن نقول ان البيك انفيرس فولتج هي 2 في ماكسيمم، وحتى ندخل تأثير السيليكون أو الجرمانيوم راح نقول ناقصا الفي ثرشولد. فبالنسبة للقانون يعني مثل هذين القوانين، يعني ممكن واحد يكفي مثل هذا، ممكن فقط واحد يكفي والثاني أنت تعرفه القانون.